أولى أخبارنا النهاردة بأهم الموضوعات اللي حصلت امبارح. أبرز هذه الموضوعات هو لقاء رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مع القائم بأعمال محافظ البنك المركزي حسن عبد الله، واللي تم فيه مناقشة عدد من الملفات الاقتصادية المهمة، وكمان قرار شركة تنمية الريف المصري بمد المهلة الخاصة بتيسيرات السداد لعملائها لحد نهاية شهر ديسمبر 2022. في مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح، أبرزها عودة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء للقاهرة بعد ترأسه وفد مصر في اجتماعات القمة الثامنة لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية الإفريقية تيكات 8 نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، واللي تم عقدها بالعاصمة التونسية. امبارح رئيس الوزراء التقى مع حسن عبد الله القائم بأعمال محافظ البنك المركزي، وتم استعراض عدد من الملفات الاقتصادية وأهم المؤشرات الخاصة بالسياسة النقدية، وكمان تم التطرق لعدد من الإجراءات المقترحة للتعامل مع الموقف الاقتصادي الحالي وتداعيات الأزمة العالمية بما يضمن التكامل والتنسيق التام في السياسات المالية والنقدية. ده غير إنه تم كمان التطرق لتفعيل قرار استثناء مستلزمات الإنتاج ولوازم التشغيل من العمل بنظام الاعتمادات المستندية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم قطاع الصناعة. أيضاً امبارح أعلن اللواء عمرو عبد الوهاب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصري الجديد مد مهلة الاستفادة من نظام تيسيرات السداد الجديدة لعملائها من المنتفعين بأراضي الريف المصري الجديد، وده لحد نهاية شهر ديسمبر 2022. جولة المحافظات معانا مجموعة أيضاً من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح، منها الإعلان عن تنفيذ 69 مشروع بقطاع الشباب والرياضة في محافظة الفيوم، منها أيضاً توقيع الكشف الطبي على 4049 مواطن ضمن القوافل الطبية في محافظة الجيزة. أما في شمال سيناء فتم البدء في أعمال تطوير الطريق الدولي العريش القنطرة شرق، وأخبار تانية كتير من محافظات كتير هنعرفها في التقرير اللي جاي. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار وأحداث كتيرة، البداية من الفيوم اللي أعلن فيها المحافظ الدكتور أحمد الأنصاري تنفيذ 69 مشروع بقطاع الشباب والرياضة بقيمة 414 مليون جنيه، وده في مركز إدسا ومركز يوسف الصديق ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري حياة كريمة. امبارح قال اللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية إن الوزارة بتشجع الشباب على تنفيذ المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من خلال البرنامج القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية مشروعك، وأكد كمان إن البرنامج نفذ لحد دلوقتي 197,575 مشروع في المحافظات بقروض اقتربت من 24.5 مليار جنيه. المشروعات دي قدرت إنها توفر 1.7 مليون فرصة عمل. في محافظة الجيزة تابع المحافظ اللواء أحمد راشد القوافل العلاجية بمركز الواحات البحرية ومدينة البويطي، وده في إطار خطة الدولة لدعم الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين. القوافل دي قامت بتوقيع الكشف الطبي على 4049 مواطن بالإضافة لإجراء 328 عملية جراحية. في أسوان قال شوقي مصطفى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كومامبو إن تكلفة الأربع مشروعات للأسواق والمواقف الجديدة بتصل ل 70 مليون جنيه، منها قيام المحافظة بشراء الأراضي اللي تم تخصيصها لهذه المشروعات بقيمة 23 مليون جنيه بجانب 47 مليون جنيه تكلفة إنشائها. في شمال سيناء بدأت أعمال التطوير بالطريق الدولي العريش القنطرة شرق بمشاركة عدد من الشركات السيناوية المتخصصة في مجال أعمال رصف الطرق. أعمال التطوير بتشمل زيادة عدد الحارات وتطوير المسارات الحالية للطريق وإرشادات للطريق لتقليل معدل الحوادث على الطرق. في مطروح أعلن المحافظ اللواء خالد شعيب مشاركة تمور واحد سيوة في الجناح المصري بالمهرجان الدولي الأول للتمور بدولة موريتانيا. المهرجان ده بتنظمه وزارة الزراعة الموريتانية وجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي. في الإسماعيلية استقبل المحافظ اللواء شريف فهمي بشارة أعضاء القافلة الدعوية التابعة للأزهر الشريف اللي هتكون متواجدة في المحافظة لحد يوم السبت اللي جاي، واللي هتعمل على نشر الفكر الوسطي وتصحيح المفاهيم ونشر سماحة الإسلام وبيان وسطيته، بالإضافة لدعم جهود الدولة في محاربة الإرهاب والتصدي للأفكار المتطرفة الهدامة.
وفي سوهاج تم الانتهاء من تنفيذ 50% من مشروع إحلال وتجديد مستشفى طمى المركزي، وقال اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج إنه من المفترض الانتهاء من المشروع في نص السنة اللي جاية بتكلفة إجمالية بتصل ل 580 مليون جنيه. في كفر الشيخ قالت الوحدة المحلية لمركز مدينة بيلة إن الشركة المختصة بتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل بالمدينة أعلنت عن عودة فتح باب التعاقد لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل، والطلبات بيتم تقديمها في مقر الشركة ابتداء من يوم الأحد وحتى يوم الأربعاء من كل أسبوع.